فين؟ ابص هنا ولا ابص هنا؟ لا تبص تحت، عند تبص اه العدسة على نفسها. العدسة. ايوه، اوكي وخليكي فاتحة عينك كده. بسم الله ما شاء الله. عشان يابانية. اه شفت الجزء الياباني بان؟ ايوه، الجزء الياباني بان. اه ايه بقى موضوع الجزء الياباني ده؟ انت اه ده اول سؤال. اه ايه، اول اه سؤال، ايه موضوع الجزء الياباني؟ انا نص يابانية نص مصرية. حلو. ايه النص المصري؟ ماما مصرية وبابا هو الياباني. وبابا ياباني. مظبوط. تمام والله. ما فيش حتة راديو ترانزستور كده هدية؟ بس خد دي. اه واتاشي وا امارو ديس، واتاشي وا نيجي سان ديس، واتاشي وا ياكوزاي شي ديس، هاجيمي ماشتي. بسم الله ما شاء الله. تعالي ترجمي. طيب تعالي ترجمي، تعالي تعالي. انا اسمي امال، ايوه صيدلانية، تمام. عندي 24 سنة. نايس تو ميت يو. يعني نص ياباني ونص مصري. ونص مصري. طب انت عايشه ازاي في مصر بالنصين دول؟ يعني انت عايشه حياه طبيعيه ولا النص الياباني ده بيتحكم في جزء مهم من حياتك؟ هقول لك، احنا اصلا جروب، مجموعه كالتشر، اللي هم نص البيرنتس، النص يعني البيرنت بيبقى الاب او الام سواء كان مصريين، والجزء التاني بيبقى ياباني. فاحنا كتير جدا، اوكي، نص مصريين نص يابانيين. حوالي كام الكتير دول؟ حوالي، لا انت بتتكلم في اجيال من زمان، زمان اللي هم دلوقتي عندهم 35 36 سنه، دول كان عددهم قليل قوي، كانت كوميونتي قليله. انما دلوقتي مع الايام اللي احنا فيها اعدادنا زادت، بقى كتير قوي يحصل الميكس ده ما بين التو بارتنرز ياباني مصري، فبيخلفوا نص يابانيين نص مصريين. معظم اصحابي كان عندهم حته التصادم في الكالتشر، لانه في طبعا يعني ديفرنس رهيب ما بين الكالتشر الياباني والكالتشر المصري، فالميكس ده عمل لهم تصادم شويه، ويعني مروا في منهم مروا يعني بحاجات مش لطيفه. انا ما حسيتش بده بصراحه، الحمد لله، لان انا اتولدت في مصر وعشت في مصر وتعلمت في مصر واشتغلت في مصر. ف لما جيت اتعاملت مع يابانيين، ناس يابانيين يابانيين، وسافرت مع ناس يابانيين، حسيت لا البلد يكسب هم الدنيا. ايه اللي في اليابان مش حلو وفي مصر يبقى حلو؟ اللي في اليابان مش حلو، بص، هم ناس اندبندنت جدا، ناس عندهم صبر، مستقلين مستقلين، وعندهم صبر رهيب، وعندهم ضمير رهيب، وبيساعدوا الى اقصى درجه. ممكن لو انت مثلا رايح مثلا حاجه، تعمل ورق او تخلص حاجه، هم they are very helpful، بيساعدوك جدا. ده طبعا يعني في مصر في ناس كويسة جدا، اتعاملت معاها بصراحة مش هنكر، بس السوشيال لايف هناك مش لطيف، يعني الحياة كلها شغل وجدية، وما فيش اللي هي الحتة شوية اللي انت تقدر تتنفس او تشم نفسك شوية. ما نعرفش نصيح في اليابان يعني؟ لا لا، مش انه ما نعرفش نصيح في اليابان، اي حد يعرف يصيح في اي حتة، مش كده، بس هي القصة كلها انه يعني معظم الوقت شغل ومسؤولية، وان انا لازم ابقى اعمل اقدر اعمل شغل غيري لو غيري غير متاح او مش موجود، فما فيش وقت للسوشيال لايف، للحياة الاجتماعية والاصدقاء وكده، وبلس ما فيش التدخلات او العاطفة اللي موجودة ما بيننا كمصريين. يعني هنا في مصر يعني في طبعا في الحلو وفي الوحش، بس الحياة كسوشيال لايف طبعا ملهاش حد. هنا انت لو جرالك حاجة انت اي حد بيلحقك، يعني لو انت ماشي بس في الشارع يعني. فالرابطه دي اللي موجوده في مصر ملهاش حد، يعني دي شيء جميل. فانت مستمتعه اصلا بحياتك في مصر؟ انا مستمتعه بحياتي في مصر بحكم ان انا يعني الحمد لله احسن من، لا يعني الحمد لله احسن من غيري بكتير، فانا في اي وضع الحمد لله بحمد ربنا يعني. فالحياه في مصر بالنسبه لي كويسه، في طبعا حاجات كتير ممكن يعني ما تبقاش لطيفة، بس لا يعني الواحد. ما خطرش في بالك انك تسيبي مصر وتروحي تعيشي في اليابان عند ابوكي؟ اكيد اكيد خطرت في بالي، اكيد definitely يعني. آه. عايزة ادسكفر the other half، ان انا عايزة اشوف الجزء الكالتشر التاني ده، وان شاء الله يعني ربنا يقدرني واروح. انت عندك اخوات في اليابان؟ عندي اخت من بابا في اليابان، اصغر مني بسبع سنين. بابا وماما لما انفصلوا، بابا متجوز هناك وعنده بنت، يعني اوكي، ومراته يابانيه. بتتكلمي مع اختك اليابانيه ولا؟ لا مفيش اي صله خالص من ساعه ماما وبابا انفصلوا، فمفيش اي صله خالص. طب انت ما بتحاوليش تتعلمي الياباني هنا في مصر؟ بتعلم ديفينتلي، اتعلمت في المركز الثقافي الياباني الجابان فاونديشن، كان موجود في الدقي، ونقلوا المقر بتاعه ل كايرو سنتر اللي جنب اللي ورا المجمع التحرير، جميل جدا، ومشيت فيه حبة حلوين، بس ما كملتش لأنه رتمهم بطيء في
في التعليم، وفي نفس الوقت انا كنت ساعتها بشتغل وبيت وكده، فالدنيا ما ظبطتش يعني ان انا اكمل. فان شاء الله ربنا يسهل واكمل تاني، ارجع اكمل تاني. اوكي، جاست ا بريك يعني، ام تيكينج ا بريك وبعد كده هرجع تاني. ما حدش بيتريق على موضوع النص الياباني ده وتقول لك مثلا اسمك ايه فهتقولي له؟ لا، من وانا في ابتدائي المدرسين بهدلوني انا واخويا بصراحه، والاسم بيتنطق بطريقه طبعا جميله جدا، فالدنيا لا لا لا. بس بالنسبه لنا ما اتضايقناش يعني، كان بيتقال لي اوشين وانا طفله والحمد لله يعني نزلت اوشين. بس لا يعني احنا كنا مستمتعين بال يعني لما حد بيتكلم معانا او يعرف ان احنا نص مصريين نص يابانيين، لا يعني كانوا تهريج كان حلو يعني بالنسبه لنا، اكسبتبل، مش ما حزش في نفسيتك يعني خالص ابدا ابدا. فانا اعتبر مصريه 100% يا جماعه. كنت بتنزلي بقى مظاهرات و30 6 و25 يناير انا السياسه ما نزلتش خالص خالص. اخري لما مصر اخذت كاس افريقيا هو ده اللي نزلت فيه، كنت في اولى ثانوي جريد 10 وقعدت اعيط يعني، انما غير كده قعدت في البيت. انه طبعا ماما بتخاف يعني، استحاله ان انا اخلي ماما تبقى خايفه عليا او قلقانه عليا او كده، وانا ماليش اي يعني في السياسه ما فيش خالص. نو واي. تمام، متشكرين استاذة امال سوزوكي كاوازاكي ياماها. اريجاتو جوزايماشتا. يلا باي باي. باي باي.